اهلا وسهلا خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير. المهم كما وعدتكم قلت لكم فاش غادي يعاودوا لي بروفا تحاليل مره اخرى، غادي نخبركم بلي كاين. المهم راه كتبان الفرحه على وجهي، لا خرجت نيجاتيف وداروا لي زعما واش انا من قبل يعني في شي وقت كانت فيها كورونا، يعني ما كاينش الريسوس ديالها، يعني عمرو الحمد لله ما قاستني. مهم غير بغيت نقول لكم راني على خير وبخير، وصراحه راني بريت مزيانه، واليوم كما كتشوفوا راني برا في الزنقه، ولكن واخا هزه هذه خصني نديرها اوبليجي خصني نديرها. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في راسكم، حدوا راسكم بزاف، لحقاش هذا المرض راه ماشي لعبه. راه انايا شفت الناس في السبيطار كي كيديروا يتقطعوا. مهم غير بغيت نقول لكم تهلاو في راسكم، وما تنساوش ديروا الاحتياط ديالكم، راه حسن ما تبقاو تداويو. اوكي، ونتلاقى معكم ان شاء الله، ندير معكم فيديوهات جداد. وستنا واحد الفيديو غادي نديكم واحد البارك زوين حدا واحد البحر ان شاء الله. مهم هادشي اللي عندي ما نقول لكم، وتهلاو في ريوسكم، وما تنساونيش تهلاو بزاف 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 للمهمات الوالدين بصفه عامه. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، نتلاقى معكم في فيديو جديد.